مرحبا بحضراتكم. أول فقرة حوارية معانا وهي بطلة، يعني ومش بس بطلة عادية، هي أول بطلة مصرية بتصل للأولمبياد في لعبة الترايثلون. إيه لعبة الترايثلون دي؟ إحنا عملنا قبل كده كذا فقرة عنها، بس خلينا برضو نوضح لحضراتكم. هي رياضة ليها تحديات عديدة جدا، هتكلمنا عنها بطلتنا بسملة السلموني لاعبة منتخب مصر للترايثلون. صباح الخير. صباح الخير. أنا مبسوطة بجد بوجودك معانا، مبسوطة قوي، ومبسوطة إن أول مصرية بترفع اسم مصر في هذه الرياضة هي كمان سيدة أو بنت، يعني فيميل، فدي حاجة حلوة جدا. بس خلينا نبدأ معاكي بقى بسملة. أولا اسمك حلو قوي، عشان أنا قلت لك أنا بحب الأسامي الغريبة لأن أنا اسمي غريب، بس خلينا نبدأ معاكي من الأول شوية. تحكي لنا البداية كانت إزاي؟ هو أنا عندي 22 سنة، أنا بدأت الترايثلون في 2016. قبليها كنت لاعبة منتخب مصر السباحة الطويلة، بس في 2016 قررت ان انا عايزه اجرب حاجه يعني جديده شويه. اوكي، يعني كنت بتلعبي بس مش على مستوى احترافي؟ عادي كنت بلعب سباحه. اوكي، سباحه على مستوى احترافي، على مستوى احترافي جمهوريه. حلو جدا. صح، انت سائله صح. وبعد كده بس ده مش ريسك قوي؟ ده مش هو ريسك شويه كان وقتها، بس كنت خلاص حاسه ان انا يعني مش قادره اتحسن زي الاول، وبدات ازهق شويه من السباحه. السباحه عندنا في مصر يعني صعبه شويه، التحسن فيها بطيء جدا، فحسيت ان انا يعني عايزه اجرب حاجه جديده شويه، فقررت اخد الريسك واجرب. وكنت سمعت عن التراثم من مدرب، يعني المدرب بتاعي نادي الصيف يعني هنا في مصر، مدرب السباحه، هو اللي قال لي مثلا على التراثم وممكن تجربي وحاجه جديده، ويعني ان هو انترستنج وكده، ما كنتش اعرف اصلا ان هو موجود في مصر خالص. عملت يعني دورت بقى شويه. انت رحتي للرياضه، انت اصلا يعني بطله تلعبي سباحه مستوى احترافي، وفجاه رايحه للرياضه اصلا ما تعرفيش عنها بالزبط. وقلت اجرب، لا ده في حاجه برضه فعلا. بس يعني لقيت دعم طبعا من بابايا، ما كانش بيقول لي لا اي حاجه، هو بيبقى شايف ان انا ممكن اوصل دايما داعم لقراراتك يعني. دايما. حلو ده. فبدات ادور لغايه لما لقيت مدربي، كابتن احمد سلامه، يعني كل ده على الفيسبوك. يعني دورت اصلا موجوده في مصر ولا لا، او مين بيدربها، او فين ممكن اتدربها. طبعا ما لقيتش اي حاجه، كلمته بالصدفه ما اعرفش هو مين، فبعدين اكتشفت ان هو مدرب يعني، وسالني شويه اسئله عن السباحه وعن ارقامي، وشاف ان في فرصه ان انا ابقى في ليفل كويس، خصوصا ان السباحه يعني هي تعتبر اصعب حاجه بالنسبه للعبتنا شويه. لو حد ما كانش بيعرف يعوم بتبقى صعبه شويه عليه في الاول. فمن هنا بدأنا يعني، وقررنا ان احنا نكمل. انا عايزاك تشرحي اكتر للناس عن الترايثلون، يعني عشان ممكن برضو يكونوا في بعض الناس مش فاهمة ايه ده. هو لسه مش منتشر قوي عندنا في مصر للأسف. هو الترايثلون دخل مصر في 2009، الاتحاد اتأسس 2009 يعني، بس هو في الألعاب الأولمبية من سيدني 2000. الترايثلون عبارة عن لعبة مركبة، ثلاث ألعاب، تبتدي بالسباحة، بعد كده الدراجات، بعد كده الجري. هو سباق، يعني سباق واحد، لعبه مركبه على بعضها، بتبتدي بالسباحه وبتخلص في الفينش عند بعد الجري. اوكي، فالتايم بيتحسب من الاول خالص، يعني ما فيش اي فتره راحه بين الثلاث العاب، يعني شبه ماراثون كده شويه. ومسافات مختلفه، المسافه الاولمبيه اللي هي بتبقى في الاولمبياد بتبقى 1500 متر سباحه، بعد كده 40 كيلو عجل، بعدين 10 كيلو جري. كويس جدا. احنا شايفين اهو برضو لو حضراتكم يعني متابعين على الشاشه بعض اللقطات يعني لهذه الرياضه، وزي ما بسمله بتقول يعني هي يمكن مش منتشره قوي في مصر، او مش ناس كتير عندهم خلفيه عن هذه الرياضه، ولكن هي موجوده والاتحاد موجود وابطال عندنا موجودين. وزي ما كنت بقول لحضراتكم يعني اللاعبه الاولى اللي هي بتتاهل للاولمبياد في الترايثلون هي لاعبه وهي مصريه، فحاجة أكيد مشرفة جدا. بس خليني بقى أروح برضو معاكي شوية، يعني تأهلك لطوكيو كان يعني برضو شيء مشرف، عايزة أتكلم معاكي بشكل أكثر تفصيلا عن النقطة دي. شيء يشرفني طبعا، وأنا فخورة جدا إن أنا قدرت أحقق ده بعد فترة طويلة يعني، وأول حد يحقق التأهل. أنا كنت سعيدة جدا إن أنا يعني تقريبا كده اول واحده مصريه تتاهل، فيعني شويه هتبقى بعد بطولات كتير في شاركتي شوية. فيها يعني بالزبط. بعد طب احكي لنا برضو عن مشوار طوكيو، يعني كل حاجه بيبقى ليها كواليس الناس مش كلها بتبقى عارفاها. بالظبط. هو المشوار بدا من 2018 تحديدا، يعني بدانا يعني كابتن احمد سلامه بدا يحس ان في امل مثلا من 2017 تقريبا. في 2018 بدانا ناخد الخطوات الحقيقيه، لان التاهيل في التراثلون عندنا بيبقى يعني عباره عن
سنتين تأهيل عن طريق 12 سباق، 6 سباقات في كل سنة. فالتأهيل ذات نفسه أصلاً خطوة صعبة، ما عندناش تأهيل مباشر مثلاً من سباق واحد وتأهل، لا التأهيل كمان كان صعب قوي. وفكرة أصلاً إن اللعبة فيها رولز كتيرة قوي وفيها قوانين كتير لازم تبقي عارفاها ومدركاها، وقليلين قوي اللي ممكن يبقوا ملمين بكل التفاصيل دي. فالموضوع كان صعب في الاول، وكل شيء يوم بتتعلمي حاجه جديده. وانت رايح عليكي ضغط اصلا اول مصريه تتاهل يعني، فموضوع يعني صعب. انت رايحه حامله اسم مصر واول مره، ف من البدايه شويه الموضوع يعني ان انا سني صغير في اللعبه دي بالذات، لان اللعبه دي سنها يعني سن التنافس فيها على مستوى العالم بيبقى كبير شويه. يعني كام مثلا؟ يعني من بعد ال 25 بتبتدي تباني في احسن مستوى ليه، اللي هو بيك بتاع هذه الرياضه. حاليا اصلا اللي كسبت طوكيو مثلا عندها 34 سنه، فهي لعبه يعني الانديورنس فارق في السن. العاب الانديورنس بالذات يعني بتبقى محتاجه سن شويه وخبره يعني على مدار سنين. فانا سني صغير، فكان هو ده اللي مقلل البريشر شويه، ما كانش عليا بريشر قوي انه انا يعني اول حد يحقق ده وبجرب. فونس انا اتاهلت شويه البريشر قل يعني الثقه تزيد برضو لو شويه. الحمد لله يعني تعبت كتير في على مدار فعلا 3 سنين. برافو عليك. لانه بعد سنتين جت كورونا كمان، فالتاهيل زاد كمان، فتح تاني وزاد الموضوع يعني زاد صعوبه اكتر، وبدل 24 شهر بقى 36 شهر. وده فتره طويله قوي ان انت تبقي محافظه على مستوى يعني مستوى متقدم تقريبا على مدار السنه كلها، وده بيبقى صعب قوي في معظم الرياضات عامه ان انت تبقي في البيك في طول الوقت. يعني بسم الله بيقولوا دايما ان اي لاعب او بطل رياضي طالما هو ناجح في مجال الرياضه لازم يكون ناجح في يعني كل حياته، لان الشخص الناجح ناجح في المجالات كلها، ما بيبقاش حاجه على حساب حاجه. هل ده فعلا يعني برضو في الدراسه، ولا انت خلاص اتخرجتي؟ يعني خلينا برضو نعرف، ولو قبل ما تتخرجي حتى انت كان الوضع ازاي؟ هو انا لسه بدرس، انا يعني خلصت سنه رابعه طب اسنان جامعه عين شمس، يعني داخله سنه خمسه ان شاء الله. فعلا الموضوع ده بادئ من زمان قوي، من وانا صغيره كان دايما يعني هو ده اللي بيتقال كمان من اهلي انه الشاطر شاطر في كل حاجه، دي كنت بسمعها على طول. بس هم ما كانوش بيعملوا بريشر عليا في موضوع المذاكره او التمرين او الرياضه عامه، كانت كل حاجه بتبقى ماشيه يعني كويس سلسه شويه. فبس دخلت ودلوقتي لسه بدرس طب اسنان. طب اسنان حلو جدا، عجبني. طب انت بعد ما تخرجي هنا ولا هنا؟ يعني هكمل في الرياضه ولا هعمل عياده مثلا او غيره؟ يعني انا شايفه انه الكارير ممكن يكمل في الرياضه كمان فتره، يعني لسه عندي فرص، وبعد كده يعني كارير الاسنان. عندك فرص كتيره، بتتكلمي على الترايثل ان هو سنه ممتد، سنة يعني عندك بالزبط. سنين و10 سنين مثلا بالظبط. فكارير الاسنان هيبقى موجود يعني طول الوقت، ما عنديش مشكله ان اشتغل. انا هختم معاكي بقى، وعشان يعني ناخد منك كمان وعد، يعني ان شاء الله في باريس 2024، ومش هنتكلم عن رياضه محدده، احنا كل الرياضات ان شاء الله، والبعثه اللي هتبقى مسافره بقى من مصر احنا عندنا امل عليها بشكل كبير جدا عن كمان طوكيو، يعني لان في استعدادات هتبقى ان شاء الله افضل، وفي تجهيزات من دلوقتي، وفي وعود كمان من ابطالنا ان هتشوفوا حاجه افضل في 2024، لان طوكيو كان الى حد ما برضو فيها او لها ظروفها الصعبه جدا على مستوى العالم كله. من دلوقتي لغايه 2024 والاولمبياد هتعملي ايه يا بسمله علشان اقدر اقول انا هطلع ان شاء الله بميداليه، ولو قدرنا الذهبيه يبقى رائع؟ ان شاء الله الهدف دلوقتي انه يعني لما بنبقى بنسعى لاولمبياد باريس طبعا الهدف ان احنا نعمل احسن من طوكيو بكتير، فهو ده اللي بنشتغل عليه دلوقتي. ويعني الخطه لسه بتتبني، يعني هتمشي ازاي السيزونز الجايه، يعني احنا بنمشي بيبقى في شورت تيرم جولز وبعد كده بنزودها لونج تيرم جولز. فاللونج تيرم انه في باريس ان شاء الله يبقى المستوى احسن. أيوة. احسن يعني بكتير. ايوه لازم كده ان شاء الله، وده هدفي يعني ان شاء الله بسعى ليه. حلو جدا، بس انا بشكرك على وجودك معانا. جود لك ان شاء الله. شكرا ليكي جدا. قبل ما اختم، شفتي امبارح الاحتفاليه؟ طبعا اتفرجتي عليها. كمان انا حابه اضيف ان انا اصلا كمان بلعب كوره في النادي الاهلي، يعني انا بنت النادي الاهلي. ما انا عشان كده سالتك. دايما لا بجد دايما ببقى يعني سعيده وفخوره وانا بلعب اي سباق باسم النادي الاهلي، يعني ده في اسرتنا من زمان قوي، يعني حب النادي الاهلي يعني. جود لك يا بسالة ان شاء الله نورتينا. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل محاضرتنا.